يعني التكريمات النهارده كمان ما اقدرش ان انا ما اتكلمش عنها. سعيده وفرحانه جدا بالتكريمات دي لانها تاتش في كده احساس جميل, وان احنا نقدر الفنانين دول الموسيقيين والملحنين والنقباء السابقين. وان شاء الله يعني النهارده زي ما قال لنا الاستاذ مصطفى ان ده هيبقى تقليد كل شهر, ده يبقى شيء جميل قوي, لان في فعلا في ناس تستاهل كلمه حلوه تخليهم يحسوا ان هم قدموه ان هم عملوه فيدوا اكتر. ليه المعايير اللي تم اختيارها على المكرمين؟ المعايير ان هم قدموا طبعا للفن والموسيقى يعني شيء عظيم جدا جدا, خلانا النهارده بقى اسم مصر عالي في على المستوى العربي. ان يقال ان الرياده الفنيه والموسيقيه كانت لنقابه الفن الموسيقيه, فالناس دول اضافوا للموسيقى واضافوا للاغنيه بشكل عام سواء كانوا موسيقيين او ملحنين. وان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون احسن, لان زي ما قلت لما الفنان بيحس ان هو بتقدير وبكلمه حلوه وبطبطبه جميله هيدي اكتر. ليه مش شفناش النهارده مجموعه من المطربين بقى هو كل موضوعهم؟ احنا قلنا دي هتبقى بدايه. النهارده ابتدينا الايام اللي يعني كل شهر لو احنا عملنا ده هيبقى في اسماء كتير جدا مطروحه, يعني كل الناس هتكرم وربنا يديهم الصحه ويكرمهم على حياه عينهم. زي شوف النهارده برضو فندم كان المفروض ان احنا هنزود المعاش كل 6 شهور, هو عمل زياده اول ما قعد كرسي القضاء والمنصب, وبعد كده راح كمان برضو قال ان في زياده تاني اول السنه, فدي زياده حصلت هي جميله. وزياده مش بس المعاشات, زياده الحد الادنى للعلاج والحد الادنى مش بس العلاج اللي هو الفواتير بتاعت العلاج, لا كمان المستشفيات وكده. ف يعني مبسوطه وسعيده وفرحانه, في حاجات جميله بتتعمل لصالح اعضاء الجمعيه العموميه. فرحت جدا جدا بتوطين المقر كمان, زي ما الناس كانت شايفه ان المقر كان عايزين قرارات برضو بالتوظيف ولكن للاسف ما حصلش, لكن هو اخذ القرار بكل حزم مع كل اعضاء الجمعيه مع اعضاء مجلس الاداره ان احنا هنوظف, يعني هنوظف. فحصل فعلا ما شاء الله, شوف النقابه الجميله ازاي بتغير كل اعضاء الجمعيه العموميه. انا فخوره ان انا عضو في مجلس الاداره وفخوره بان انا عضو جمعيه عموميه كمان بنقابتي, وربنا يا رب يوفقنا جميعا ان احنا دايما نعمل يسر اعضاء الجمعيه العموميه مش بس كشكل النقابه لا كمان كخدمه كاداء وخدمه. طبعا يعني التكريمات النهارده كمان ما اقدرش ان انا ما اتكلمش عنها, سعيده وفرحانه جدا بالتكريمات دي لانها تاتش في كده احساس جميل, وان احنا نقدر الفنانين دول الموسيقيين والملحنين والنقباء السابقين. وان شاء الله يعني النهارده زي ما قال لنا الاستاذ مصطفى ان ده هيبقى تقليد كل شهر, ده يبقى شيء جميل قوي, لان في فعلا في ناس تستاهل.